ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد من ايام العيد، وتعالوا بقى ندخل سينما ريسينس واقول لكم ايه العروض اللي موجوده واسعار الافلام، واقول لكم الاجواء زي ما احنا شايفين كده. احنا النهارده كنا اخر يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين. احنا موجودين في سينما ريسينس في الاوبن اير مول مدينتي، والسينما زي ما احنا شايفينها كلها مكيفه. اسعار بقى العروض كان 150 و180. طيب ايه الفرق بين الاسعار؟ ال 150 جنيه كرسي ورا شويه، وال 150 وال 180 بيبقى كرسي امامي. هتلاقوا معايا ورقه بالمنيو والاسعار والمواعيد الحفلات. السينما بتفتح من 10 صباحا لحد 1 مساء. نقدر طبعا نستمتع بكل العروض هنا، دي شبابيك التذاكر يعني. كان معانا اكتر من شباك، حوالي 8 هنا و8 هنا، هما متقسمين 8 شبابيك للافلام العربي و8 الافلام الاجنبي. كان معانا بقى اللعب مع العيال لمحمد امام، وكان معانا اولاد رزق لاحمد عز وعمرو يوسف. هتلاقوا معانا الشاشه اللي في الوش دي بتعرض لقطات يعني من الافلام اللي موجوده على حسب اختياركم وعلى حسب ذوقكم. الصاله قلت لكم مكيفه طبعا علشان الحر، لو حابين تستمتعوا بالسينما الصبح بدري وعايزين تقضوا يوم من اوله. الاوبن اير مول في اكتر من خروجه، هنا في مشروبات ساقعه وسخنه، وفي سندوتشات، في برجر زي ما احنا شايفين 120 و125. طبعا الاسعار كانت كويسه جدا ومعقوله، حتى كمان هنلاقي فشار وعصاير فريش برضو اسعارها معقوله جدا، والكنز والبيبس. السينما عايزه اقول لكم ان النهارده كان اليوم مزدحم جدا. احنا النهارده رابع يوم العيد، كل سنه وانتم طيبين زي ما قلت لكم. هنا بقى كان في مشروبات وسنيكس وحاجات من دي. كمان انت لو هتقضي يوم في السينما يعني وعايز تخرج، كمان ممكن تركب الترام. الترام ب20 جنيه هيلففك المول كله. طبعا خروجة جميلة ولا اروع. هنلاقي كمان الملاهي اكستريم لاند عاملين عروض خطيرة. العروض كان لغاية 22/6، عروض كانت تحفة، والصالة مغطاة بتاعت الملاهي طبعا علشان الحر والفرهدة والولاد يستمتعوا باليوم. كمان ماي تاون والترمبولين. خروجة بجد متكاملة، خروجة جميلة جدا. هو المكان ممكن يبقى بعيد علينا، بس طبعا بالعربية هنقدر نروح وننبسط. طيب السينما موجودة جنب الملاهي، اقرب حاجة بوابة 2 مول اوبن اير مدينتي. نقدر نستمتع بكل الفسح اللي هناك وكل الاجواء اللي هناك في اي وقت. هنا عايزه اقول لكم ان احنا رابع يوم العيد، فالجو مزدحم، لكن في الطبيعي بيبقى الجو رايق جدا ومش بنلاقي الاعداد دي. يعني انتوا لو حابين تخرجوا وتروحوا السينما في الحر يعني والفرهضة وكده، لا المكان هناك مكيف، المكان هناك جميل جدا. بالنسبه بقى للخدمات، الناس هناك معاملتها ذوق ولطيفه. هتلاقي مساحات خضراء كتيرة جدا، مطاعم كتيرة، لو حابب تاكل هتلاقي هناك المطاعم تركي وإيطالي. هتلاقي هناك كافة أنواع الأذواق للأكل، لو انت حابب تاكل هناك هتلاقي ستاربكس، هتلاقي كنتاكي، كي اف سي، هتلاقي حاجات كتيرة. هتلاقي طبعا المول اندور علشان يعني لو في كبار السن وكده ما يقدروش يطلعوا سلالم. لا المول بصراحة حقيقي مول حلو قوي، من افخم واضخم الملاهي او المولات اللي فتحت حقيقي السنين الاخيرة دي. هو الاوبن اير مول مدينتي وكايرو فيستيفال. طبعا المولات دي جميلة جدا جدا جدا، تمشية فيها كخروجة حلوة قوي. هنا بوريكم السينما وشكلها لو حابين تدخل يعني، وحبيت اوريكم العروض هناك. برضو هتلاقوا ايس كريم وزلابي، هتلاقوا الخروجة كاملة متكاملة، فيها انشطة كتير، فيها حاجات كتير، مش هتزهقوا ومش هتملوا. تحياتي ليكم، فسحة سعيدة ورحلة سعيدة وعيد سعيد على قلوبكم. كل سنة وانتم طيبين.